كان الأديب السعودي الراحل عبد الله القصيمي له كتاب يقول فيه أن العرب ظاهرة صوتية، وفي واقع الحال العرب يمكن أن يقال عنهم أنهم ظاهرة عقلية بحاجة إلى من يفحص لهم الكثير من أجزاء كبيرة من أدمغتهم. والله يا ريم أنا كأني بدأت أؤمن بأنه أساسا قضية سلب فلسطين من يعني كسبب جديد لم يكن فقط لإيجاد دولة من أجل شعب يهودي وإلى آخره، لكن من أجل أن يبقى الحكام العرب والمسلمين يتاجرون بهذه القضية حتى يضحكوا بها على شعوبهم ويستمروا في حكم بلدانهم بهذه الطريقة. صدام حسين يعني مثلا كان كويتي، وبالتالي أقرب مثال لي هو صدام حسين بالغزو، كان يهدد بوضع جثث الأمريكيين على أسوار بغداد في حال اقتحامها، وفي الجلسة الشهيرة بالمحكمة قال للقاضي انه لولا الامريكان لا انت ولا ابوك يقدر يجيبني في هذا المكان. لا، وبعدين صدام حسين اصلا رغم كل ما فعلته الكويت ووضع الكويت مع العراق وكل العلاقات اللي كانت الكويت تقدمها الى العراق، صدام حسين اول ما دخل على القدس، دخل على الكويت. وهذا يدل ايضا على نوع من الغباء بالنسبه لاهلي لهذا القائد الذي يعتبرونه بطل العديد من الملايين العرب، مع انه صدام حسين كان يملك كل قلوب الكويتيين 90% ولم يكن بحاجه الى دبابه ليدخل الكويت ويحتلها. لو كان اذكى من ذلك بكثير. وكنت دائما اسال نفسي هل هو عميل ام هو مجنون او مخبول. اعتقد والله اعلم انه 90% من سكان جهنم يوم القيامه سيكونون من العرب والعاربه والمتاسلمين. في عندما قامت الحرب اشتعلت بين حماس والاسرائيليين بعمليه الرصاص المصبوب، كنت من اكثر من كتب ضد اردوغان وتصريحاته الناريه، وحذرت منه الشباب العربي وحذرت منه المواطنين العرب في الخليج والخليجيين، وصدرت ضدي احكام بالسجن. لولا عداله القضاء الكويتي لكنت قضيت شهورا وراء القضبان بسبب المقالات. كان اردوغان كنت احذر منه، وكانت النتيجه انه الناس كانت تسير خلفه وكانه نبي جديد. واردوغان الان بعد هذه السنوات 4 5 6 سنوات ها هو الان يكتشفونه وكأنهم يرون شخصا آخر غير الذين هللوا له، بما فيهم حزب الله. حسن نصر الله نفسه كان يسميها طيب 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 وكررها في خطاب، وكان يضع أردوغان في مرتبة جيفارا والمناضلين الأمميين الذين ما زالت شعوبهم تذكرهم حتى الآن. وحتى السيد نصر الله عندما كان يلوح بما وراء حيفا، أين ذهب طموحه الآن؟ صار الآن ما بعد القصير وما بعد حلب، بعد أن كانت ما بعد حيفا وما بعد تل أبيب.